برضو كلمه حق لازم تتقال، ان يعني اللجنه العليا للجان في النادي الاهلي كل يوم والتاني برضو او اضعف الايمان اقل حاجه كل اسبوع او اسبوعين والتانيين لازم يكون في حدث ما مهم ومفيد، ما سابوش تفصيله في حياه اي عضو من اعضاء النادي الاهلي ابتداء من الاطفال انتهاء بكبار السن، غير لما بيتعمل لهم نشاط ما، فعاليه ما، ندوه ما، ورشه ما. فالحقيقه شيء عظيم جدا. تعالوا بقى نتكلم شويه عن لجنه الطفل في النادي الاهلي اللي نظمت بالتعاون مع اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه، نظموا ندوه للتغذيه الصحيه، وعلى هامش هذه الندوه كان في كمان ورشه للرسم. تعالوا نتابع التفاصيل من خلال هذا التقرير. الرياضة مهمة جدا زيها زي الأكل لجسم الإنسان وجسم الطفل خصوصا، وإزاي إن الطفل مفروض إن هو مع الأكل والتغذية لازم يهتم بالرياضة. أنا بشوف كتير أطفال هنا يعني ممكن يبقوا قاعدين يلعبوا لكن ما بيمارسوش نشاط معين رياضي في رياضة معينة، لا إحنا لازم كل الأطفال تكون ليها نشاط رياضي من سن 4 سنين، ده سن كويس أوي مناسب، ممكن قبل كده كمان لو الطفل فاهم ومتفاهم نوع الرياضة وصحته كويسة ما عندوش أي أمراض مزمنة. ولو حتى عنده امراض مزمنه ممكن ان احنا مع العلاج ومع مثلا زي الربو او حساسيه الصدر مع العلاج الصح ليه ممكن يمارس الرياضه عادي زي السباحه زي حاجات كتير ممكن يقدر يعملها الطفل دوت. عاملين ندوه حلوه بتتكلم عن التغذيه للاطفال لان ده احنا اللي بيهمنا الاطفال بتوع النادي. اللجنه العليا موفره لنا كل الامكانيات بصراحه ان احنا نقدر نفيد اعضاء النادي واطفال النادي. الحمد لله اعضاء اللجنه معايا متعاونين جدا ورئيس اللجنه متعاونه معايا جدا، ونظمنا الحمد لله للندوه دي بقى لنا فتره. عاملين عضوه معانا ودي الاول مره على فكره، عضوه من اعضاء اللجنه هي اللي هتقدم الندوه، واعضاء اللجنه بقى ان شاء الله هيشرفوا على العمل اليدوي او الورشه من صلصال، رسم على الوش، تلوين. بصراحه اليوم لذيذ جدا وعندي الاطفال اتبسطوا جدا جدا، وحاجه جديده يعني اكسبيرينس جديده للولاد ان هم يتعرفوا على حاجات تانية ومهارات جديده طبعا مفيد وبيبقوا مبسوطين بيه عشان اغلبيه الاطفال بتحب التلوين والجو يعني وكده، وبيبقى يوم حلو ومفيد لينا احنا كمان عشان بنعرف معلومات اكتر عن تغذيه الاطفال والكلام ده كله يعني. اليوم النهارده جميل جدا والندوة لوحدها اصلا مخليه الناس يتبسطوا. كل حفله مشترك فيها بعدها ببتدي اشوف حاجات كتيره بتعلم مثلا من الحاجات دي مثلا حاجات مفيده. حلو اللي احنا شفناه ده جدا.